تواصل شبيبة القبائل تحضيراتها بأعالي جرجرو بالتحديد بمركز تكجدة للموسم القادم وسط ظروف مريحة لما يوفره المركز من خدمات. البريباراسيون هنا في تكجدة باينة بلي ما ياريا بوغ سديفولي ولا اوني لا بوغ ترافاي راك تشوف ما كاش با طوبوغون يا با صابل يا كو لا بيست دي تيرا هنا ان شاء الله va s'améliorer sur le plan physique ان شاء الله هنايا انا خدمو افون ان شاء الله باش نكونوا كما يقول لك في المستوى خاصه يعني باش ما نعاودوش السيناريو تاع الموسم الماضي اللي عشناه يعني عاشوا معنا الانصار. تربص هو الاول للكناري خصصه الطاقم الفني بنسبه كبيره للعمل البدني على ان يكون التربص الثاني المزمع اجراؤه بتونس مخصصا اكثر للمواجهه الوديه ان شاء الله. هذا لا بريباراسيون تاع تيتين مرتاحه وخاصه يعني احنا نتمنوا باش ندخلوا بقوه في المنافسه. الدوزيام ستاج يفا كيما نقول لك سورتو بور لي ماتش اميكو تاني كومون ليكيب دو جوي. شبيبه القبائل تواصل التحضير مع اكتمال التعداد تدريجيا بالتحاق المستقدمين الجدد الذين كان اخرهم الوافد الجديد من اتحاد الحراش فيصل عبدات. Le choix il a été fait parce que c'est un grand club. Inch'Allah, on va نرجعوا لي ماتش تاع الكلوب هذا. عندي لي باجور جديد لي جوار قاو لي دفتر ميديا الحمد لله انتيغريت في الجروب تم. برهان محو نكسة الموسم الفارط والتحضير لانطلاقة جيدة يواصل أشبال المدرب رحموني تحضيراتهم على أمل تقديم موسم استثنائي يضمن على الأقل عودة الكناري إلى سليف عهده.